بخصوص هذه المباراه واستعدادات الفريق لمباراه الزمالك. تعالوا نروح نشوف تصريحات مستر فايلر قال ايه ونرجع مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده، نرحب بكم في المؤتمر التقديمي للمباراه المرتقبه لكاس السوبر المصري سيب 2018-2019. ونبدا احداث المؤتمر مع السيد ريني فايلر المدير الفني لفريق النادي الاهلي، وبحضور قائد الفريق الكابتن شريف اكرامي. هندخل على طول في الاسئله بناء على رغبه المدير الفني للنادي الاهلي، لكن ارجو من حضراتكم ان الاسئله تكون متعلقه بالمباراه والمباراه فقط، فما حدش يزعل مني ان لو هيسال في سؤال غير متعلق بالمباراه هعتبر انه ما سالوش اصلا. دي نقطه ثانيه. الماتش السوبر ده حاجه ثانيه، ليه حسابات ثانيه خالص، ملوش علاقه لا ببطوله افريقيا ولا بالدوري. احنا قعدنا الماتش اعداد جيد من ناحيتنا، واحنا كنا نركز على نفسنا، ملناش دعوه بالفريق المنافس. اعدادنا الماتش اعداد جيد. معلش يا استاذ عمرو، ممكن حضرتك بس اقدم المايك شويه لي؟ مش بس اتفضل. لعيب الاول ولا خلاص؟ لا لا اوكي. عدينا المباراة اعداد جيد، واحنا مستعدين عشان الماتش، واحنا سعداء. احنا بنلعب مباراة كبيرة زي دي على نهائي، ده نهائي كاس يعتبر بطولة، اللي عارف الامارات هنا، واحنا سعداء احنا موجودين هنا وبنلعب المباراة دي. هل ترى حضرتك ان التشكيل الامثل للنادي الاهلي الذي خاض به لقاء بيراميدز واستطاع تحويل الهزيمة الى فوز، ام لقاء المصري الاخير؟ شكرا. فرد الكوتش بيقول انا ما اقدرش اقول لك طبعا التشكيل هلعب بيه ايه، لان طبعا دي حاجه بحتفظ بيها يعني بالقرار في اخر وقت. وطبعا بس اهم حاجه ان هحط افضل 11 لعيب او افضل 18 لعيب بالسكور ال 11 و7 الاحتياطي اللي هيأدوا النظره الفنيه اللي عايز اعملها او وجهه النظر الفنيه ليا في المباراه عشان اقدر اكسب. Mais nous sommes persuadés que nous sommes bien préparés et que nous sommes assez de qualité pour gagner ce match-là. والسؤال أني أخطر بالنسبة لكوتش فايلر، يا ترى مستوى لعيبة الزمالك أو لعيبة الزمالك ولا عقلية المدرب الفرنسي كارتون مدرب نادي الزمالك؟ فهو الإجابة بيقول طبعا مش ممكن بيتعامل مع مدرب، بيتعامل مع فرقة، يعني بيبقى لعيبة قدام لعيبة. طبعا مع كامل احترامي للمدرب نادي الزمالك، بس احنا بنتعامل لعيبة قدام لعيبة، واحنا كل ماتش ليه حسابات، واحنا أصلا بالنسبة لنا حاسين إن احنا يعني عددنا الإعداد الجيد للمباراة، فاحنا مش قلقانين. بس هو بيقول لا كارتون ولا حتى فايلر المفروض بنحطهم في الاعتبار لما بنيجي نلعب ماتش بين أهلي وزمالك، بنفكر في اللعيبه والفرقه. هو السؤال كان مستر فايلر تالت ماتش لعبته هنا لما جيت مصر، كان الاول كان مع الزمالك في الماتش في كاس السوبر، دلوقتي بتلعب بعد 5 شهور بعد ما لعبت 15 ماتش في الدوري و8 ماتشات في بطوله افريقيا، يا ترى رؤيتك للماتش الاولاني مختلف عن الثاني او في اختلاف بين الماتشين؟ فهو بيرد بيقول ما ينفعش نخلط ما بينهم، يعني ده ما ينفعش نقارن ما بينهم، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. اول حاجه كره القدم ما بتعترفش، انت لسه جاي او بقالك فتره، كل ماتش ليه ظروفه خاصه ماتشات الاهلي والزمالك. لكن احنا بنركز في المباراه كمباراه، ما بنبصش في الماضي عملنا ايه قبل كده مع الزمالك، مركزين في المباراه بظروفها وبنستعد لها، واحنا حاسين عاملين اعداد كويس. sur le chemin d'être retour, mais il n'est pas encore prêt pour jouer le match de demain, ça veut dire qu'il n'est pas dans les conditions. والسؤال كان يا ترى رمضان صبحي بعد فترة غياب هيكون موجود بكرة سواء أساسي أو احتياطي، وطمنا على قفشة هيكون موجود ولا لا؟ الإجابة وجواب النص التاني من السؤال، قال قفشة جاهز ومستعد إن شاء الله يشارك. أما بالنسبة لرمضان هو شارك في بعض الأوقات من التمرين بفترات مش فترات كاملة، ولسه ما جهزش بشكل كامل، فللأسف مش هيكون موجود معانا بكرة لغاية ما يجهز للماتشات الجاية. كابتن شريف، والسؤال كان موجه لحضرتك كقائد للفريق وممثل عن لاعبي الفريق في المباراة، شايف الاستعداد النفسي للاعبين ازاي للمباراه والاعداد من قبل الجهاز الفني، ومن حضرتك كقائد للفريق بتوجهوا اللاعبين ازاي لمباراه كبيره زي دي؟ في البدايه مساك محمد الاخبار. لا، الاستعداد للفريق للمباراه دي، احنا يعني مش اول مره نلعب مباراه سوبر ضد الزمالك، وكانت المباراه السوبر اللي قبل كده كانت يمكن في لعيبه كانت اول مره تخوض لقاء بالاجواء دي وضد الزمالك والسوبر على البطوله النهائيه، فبالتالي ان ده ادى برده حد ادنى من الخبره ومن الثقه ان اللعيبه ممكن يبقى عندها مبادئ خبره او ثقه في البدايه ان هي ازاي بتلعب ماتشات زي دي.
انما احنا دورنا لعيبه كبار او قدام سواء موجودين في الملعب او موجودين بره الملعب ان احنا دايما مش بنحفز لا احنا بننقل ممكن خبرات سابقه او مواقف ممكن ما تكونش حصلت بنحضر اللعيبه اللي ممكن تكون جديده او صغيره ليها فممكن يكون انت تسميه تحفيز تسميه زي ما تسميه بس في الاخر احنا المباراه اللي زي دي بيبقى تحضيرها مختلف شويه يمكن هي بطوله سوبر مش دوري عام مش بطوله افريقيا بطوله شرفيه عامه عاده بتتلعب في اول الموسم انما احنا عشان لسبب او لاخر بنلعبها في النص انما هي قيمتها كبيره ان انت بتلعب فريق بقيمه نادي الزمالك فدايما هي بتاخد قيمتها من الحته دي ف وزي ما الكوتش قال احنا المباراه دي ملهاش علاقه خالص بالنتائج الفرقتين قبل كده ولا بالبطولات حصلت قبل الماتش ولا بنتائجنا في الدوري هو العبره في الاخر بتبقى حالتك يوم المباراه عامله ازاي بس فهو ده اللي احنا بنشتغل عليه يعني بس ده بالنسبه للجزء الاول من سؤالك الجزء الثاني فكرني كده قلت لي لا انت لا الفتره دي اولا هو العرف عاده بيبقى في حد من الكباتن بالاقدميه بيجي موجود مع الكوتش ممكن هتشوفني ممكن هتشوف عاشور هتشوف احمد فتحي لو هتشوف الشناوي شفت رامي ربيعه قبل كده فهو العرف بيقول ان ترتيب الاقدميه على حسب لو في حد عايز يروح حد مش عايز يروح انما هي ما لهاش علاقه خالص باي نواحي تانية يعني. طيب دي كانت تصريحات مستر ريني فايلر وشريف اكرامي كابتن فريق النادي الاهلي قبل هذه المباراه ابرز تصريحات طبعا مستر فايلر قال ان مباراه الزمالك دايما ليها حسابات خاصه ومختلفه قال ان التركيز بالنسبه لي انا كمدير فني هو على كيفيه اعداد الفريق للفوز في هذه المباراه تطرق لموضوع التشكيل انا قال ان التشكيل انا ما اقدرش اتكلم عنه هنعرف التشكيل قبل انطلاق المباراه على طول التشكيل الاساسي واكيد هو في ذهنه امور عديده بيركز فيها بخصوص تشكيل النادي الاهلي وتوقعات بالنسبه للجمهور دايما بتبقى مختلفه كمان تطرق لجاهزيه محمد مجدي قفشه احنا عارفين قفشه الفتره اللي فاتت كان عنده اصابه غاب عن مباراه المصري بسبب كدمه في الركبه او بعض الالام اللي جات له في الركبه لكن هو سليم تماما وجاهز لخوض مباراه الزمالك لكن في مقابل رمضان صبحي مش موجود في هذه المباراه لعدم الجاهزيه التامه لكن الاصابه انتهت تماما هو موضوع جاهزيه فقط لا غير وتطرق كمان لموضوع تثبيت التشكيل قال ان ده امر يخص الجهاز الفني هو ادرى بالامور اللي بياخد فيها قرارات مهمه بخصوص تشكيل النادي الاهلي فيما يتعلق بشريف اكرامي شريف اكرامي اتكلم عن خبرات ترجح كفه النادي الاهلي وقال ان هو بيحاول هو وزملائه الكبار في فريق النادي الاهلي ان هم ينقلوا هذه الخبرات لباقي اللاعبين واكد على اهميه هذه المباراه طيب من ضمن الاخبار الاخرى ايضا مستر فايلر عين ملعب المباراه اللي هو ملعب محمد بن زايد النهارده قبل المران على طول يعني بيشوف اجواء الملعب اخبارها ايه ارضيه الملعب وطبعا ارضيه الملعب هناك جيده يعني ما فيهاش نقاش طمن كمان على عدد الجماهير اللي هتحضر وتذاكر جماهير النادي الاهلي هل نفذت ولا لا هي نفذت بشكل كامل وجمهور النادي الاهلي هيبقى حاضر وبقوه مساند وداعم بكل حماس لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله تعالى خليني اقول لحضراتكم كمان ان هيبقى في محاضره فنيه النهارده بالليل بعد ما الفريق يوصل او بالمناسبه الفريق دلوقتي في طريقه لفندق الاقامه بعد انتهاء التمرين دي لقطات قبل ما التمرين ينتهي يعني على طول والفريق في طريقه عشان يوصل لمقر الاقامه بعد ما يوصل الفريق يعني هيبقى في العشاء الخاص باللاعبين وبعديه مباشره محاضره من ضمن المحاضرات المهمه وتعتبر من ضمن كمان اخر المحاضرات قبل مباراه الزمالك الكلام في هذه المحاضره زي ما حضراتكم عارفين ومتعودين دايما هيكون بخصوص فريق الزمالك نقاط القوه ونقاط الضعف وكيفيه مواجهه هذا الفريق والفوز عليه باذن الله تعالى نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني وللاعبين ده فيما يتعلق باخبار النادي الاهلي قبل هذه المباراه ايضا مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك كان ليه تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بفريق نادي الزمالك سواء هو او اللاعب مصطفى فتحي كابتن الفريق نروح نشوف التصريحات دي ونرجع مره ثانيه ارحب بالسيد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك ونجم الفريق كابتن مصطفى فتحي وقبل ان نبدا في توجيه الاسئله ناخذ من المدير الفني تقديمه عن رايه avec la décompensation qui va avec on a سواء بيقول ان الاسبوع ده صعب الماتشين كبار وبطولتين في نفس الاسبوع فبدنيا مرهقه للاعيبه كمان مع السفر لقطر وبعد كده السفر هنا بس اللعيبه عملت الاستشفاء بتاعها وكله يعني بدنيا لحد ما جاهز طبعا هنلعب خصم صعب فالمباراه مش هتبقى سهله هنلعب خصم ما تهزمش بقاله 15 ماتش بس يعني هو مستني المباراه بفارغ الصبر
ça que j'ai parlé de qu'il faudrait qu'on fasse un match historique pour arriver, malgré cette contrainte, d'arriver à faire un bon match et de créer la surprise en battant Al Ahly demain. Merci. طبعا لما تكون لسه لاعب ماتش كبير زي ماتش السوبر الافريقي وكمان كسبت ففرحه اللعيبه بعدها بتاخد فتره يعني والفرحه بالمكسب الفرحه ببطوله تاريخيه النادي ما خدهاش بقاله كتير بتاخد فتره طبعا انك يفصل ما بين البطوله وان الماتش اللي فات والماتش بكره الماتش اللي هو الحاسم محتاج مجهود كبير ومحتاج تحضير بدني وتحضير ذهني كبير عشان نقدر نبقى مركزين خلال ال 90 دقيقه في الماتش كله ونحقق النتيجه المطلوبه. رحيم طبعا دي بطوله كبيره نشكر الناس في دوله الامارات طبعا على الاستقبال كل سنه بيفاجئونا بحاجه احسن من الثانيه. والله انت عارف الاسبوع اللي فات كان صعب عندنا ماتش في قطر رجعنا عملنا السيشن بتاعتنا كويس زي ما الراجل اتكلم عندنا ماتش تاني النهارده بكره ان شاء الله مركزين في الماتش ان شاء الله ربنا يكرمنا اللعيبه كلها مركزه طبيعي يعني اللعيبه تركز يعني ماتش هو بطوله اصلا تانية غير ان هي بطوله فهو يعني انت بتلعب على بطولتين ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله اللعيبه كلها مركزه وربنا يكرمنا نكسب بامر الله. ده تالت سوبر ليا هنا طبعا كل سنه الناس بتفاجئنا عن السنه اللي قبلها بس في قمه الاحترام كل سنه التنظيم حاجه على اعلى مستوى انا بصراحه ما بشوفش كده في اي مكان عموما يعني. طيب دي كانت تصريحات مستر باتريس كارتيرون ومصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك قبل مباراه الغد ويعني كل مدير فني دايما بيبقى ليه تصريحاته الخاصه بيه قبل هذه المباريات الهامه يعني بتحديد كارتيرون اتكلم على ان موضوع ان هم هيقابلوا النادي الاهلي مباشره بعد مباراه الترجي ده امر مرهق جدا وفي فرق ما بين المباراه دي وما بين المباراه دي ان مباراه النادي الاهلي ما فيش استعداد كافي قبليها مش عارف هو بيبقى محتاج وقت اكتر من كده ايه لكن في نفس الوقت كمان بيتكلم على ان ما فيش نيه عنده الانتقام ولا حاجه ومستر باتريس كارتيرون بالمناسبه المدربين المميزين لكن هي بتبقى وجهات نظر يعني عدم استمرار واستكمال مشواره مع النادي الاهلي تصريحات مختلفه عن اهميه المباراه وهي تصريحات معتاده في كل الاحوال. الاهم بالنسبه لنا اخبار الفريق بقى بشكل مفصل، هنروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق هناك في ابو ظبي عشان يطمنا على كل الاستعدادات الاخيره قبل 24 ساعه من انطلاق هذه المباراه المرتقبه. يا كريم مساء الخير. مساء الخير امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا وطمن جمهور الاهلي على الفريق يا كريم. يمكن اقدر اقول لك امير انتهى بالفعل الاستعدادات الخاصه فنيا وايضا كمان استعدادات خاصه كل لاعبي النادي الاهلي لمباراه السوبر النهارده كان التدريب الثاني لفريق النادي الاهلي على ملعب محمد بن زايد وهو ملعب نادي الجزيره حاجه رائعه ملعب اكثر من رائع ارضيه الملعب ما اقدرش اتكلم عليها المدربات التنظيم كل الامور يعني بتصب في منطقه يكون في مباراه على اعلى مستوى يعني المباراه كالعاده بتستعد الملاعب فيه لكن عايز اخش امير طبعا يعني التدريب النهارده في البدايه يمكن 15 او 20 دقيقه مع الاهتمام الاعلامي الكبير جدا لهذه المباراة كان متواجد على كبير من الاعلاميين والصحفيين لتغطية التدريب اليوم صحفيين ايضا كمان من مصر يمكن تواجدوا امير على الملعب وعلى الامارات وتحديدا ابو ظبي لتغطية هذه المباراة وايضا التدريب الاخير النهارده يمكن الخمس دقائق والعشر دقائق الاولى يعني دول كان التدريب شبه في نوع من الترفيه انت عارف يا امير يعني ما يقدرش مستر ريني بايلر ان هو يوضح التكتيك يوضح كل الامور بوجود عدد كبير جدا من وسائل الاعلام مجرد خروج وسائل الاعلام بما فيهم قناه الاهلي المركز الاعلامي بكل صراحه احنا بننفذ التعليمات على الجميع بدا مستر ريني بايلر يبدا التدريبات يبدا الخطط يبدا التكتيك النهارده عايز اطمنك بشكل كبير جدا على رمضان صبحي النهارده رمضان صبحي كان بيشارك في التدريبات الجماعيه رغم ان مستر ريني بايلر اوضح ان رمضان مش هيكون متواجد لكن بطمنك يعني على رمضان وحاله كويس كويس ماشي بشكل مميز النهارده شارك في الشوتنج في الكروسات كان في بعض السبرنتات النهارده لكن كمان مجدي قفشه الناس ذكرت ايضا ان مجدي قفشه مصاب مجدي قفشه ممكن يبقى مش متواجد في المباراه مجدي قفشه بيعلن جاهزيته تماما لهذه المباراه محمد هاني احمد فتحي كل اللعيبه النهارده قدم تدريب اكثر من رائع النهارده التدريب العالمي كان 60 دقيقه بالفعل يعني اللجنه المنظمه الخاصه طبعا بالمباراه النادي الاهلي 60 دقيقه نادي الزمالك 60 دقيقه يمكن نادي الزمالك تدرب 12 ظهرا بتوقيت الامارات تدريب يمكن الوقت مختلف شويه لكن اللي يخصنا طبعا هو فريق للنادي الاهلي النادي الاهلي النهارده تدرب في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت الامارات 60 دقيقه كان فيهم جرعه فنيه قويه كان فيهم محاضره مهمه جدا قراءه الفتح كالعاده طبعا في بدايه المران الامور الحمد لله امين يعني طمنا على الفريق ما فيش الحمد لله ما فيش اي اصابات اللعيبه خرجت النهارده من التدريب ما فيش اي التحامات ما فيش اي اصابات اثرت على لعيبه النادي الاهلي ومجرد خلاص يعني انتهى المران مباشره الملعب قريب جدا من فندق الاقامه ودي حاجات من مميزه جدا بتقول 10 دقائق بالظبط وصلنا الى فندق الاقامه مباشره يعني كان في عدد اكيد من الجمهور يمكن كل مره بتكلم عن الجمهور يعني في عدد كبير جدا من الجمهور بيحاول ان هو يتصور مع اللعيبه يقف مع اللعيبه يحفزهم لكن يمكن الفصل التام زي ما نقول التنسيق مع فندق الاقامه
يمكن جيد جدا، بيحاول ان هو اي لعيب بيكون متواجد، يمكن الناس عايزه تقرب، لكن بيحاول اللعيب على طول ان هي تاخد صوره واحده بس وتبدا تخش على طول على الوضع، لان انت عارف طبعا يعني الغربه طبعا بالنسبه للجمهور بتفرق بشكل كبير جدا، هم يشوفوا اللعيبه والنجوم كمان عن طريق كهرباء وشحات قفشه. لكن عايز اقول لك مجرد وصول الفريق الى فندق الاقامه مباشره على الغرفه وجبه العشاء يمكن بعد لحظات، ومباشره يكون في محاضره فنيه اخيره او اجتماع ثاني اخير مع مستر ريني بايلر. الكلام طبعا والتحفيز بكل الامور دي هتتم في محاضره اليوم. انت عارف طبعا اليوم كان بدا امير من صباحا من اجتماع فني ومؤتمر صحفي، امور النهارده يمكن اليوم كان مليء بالاخبار وبالتقارير وبالايفنتات الكثيره جدا، لكن الحمد لله امير يعني اليوم مش بشكل مميز ومش بشكل طيب. ينقصنا بقى بكره ان شاء الله حضور الجمهور، التوفيق، كل الامور ان شاء الله تكون في مصلحه زميلي امير. عايز اطمن على الجانب المعنوي بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي يا كريم من خلال متابعتك ليهم سواء في مقر الاقامه او من خلال التدريبات. الحاله المعنويه مين يمكن اتكلمنا قبل كده، اقول الحاله المعنويه مرتفعه جدا بشكل كبير، التركيز الدوافع متجدده بشكل مستمر. الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني مش محتاج ان اتكلم مع لعيبه، وده اللي قاله يعني سالته الكابتن، اتكلمت مع لعيبه قال لي لعيبتنا مش محتاجه حديث، عارفه اهميه المباراه وعارفه اهميه البطوله دي. يمكن شريف اكرامي ذكر يمكن يعني مقوله مهمه جدا، قال هي بطوله شرفيه بتزيد قيمتها بوجود نادي الزمالك كمنافس للنادي الاهلي. شريف اكرامي واحد من كباتن النادي الاهلي، الرساله دي واصله لكل اللعيبه ويمكن ده الهدف. يعني هي بطوله شرفيه بالفعل وبطوله مهمه جدا، لكن النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي في هذه البطوله 11 سوبر في دولاب بطولات النادي الاهلي. النادي الاهلي متعود على رفع كاس السوبر، وهي دي ان شاء الله اللي هتكون حافز ودافع جدا مستمر في الانتصارات، ويقدر كمان يكون السوبر رقم 12. الحاله المعنويه مرتفعه، اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا. هو خلاص يا جيل كويس ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى باذن الله، يكون مستر ريني بايلر موفق بكره في اختيار التشكيل، لعبتنا تدخل المباراه بشكل طيب، روح الفانيله الحمراء، شخصيه النادي الاهلي، شخصيه البطل، كل الامور دي الدوافع، كل الامور دي ان شاء الله زميلي امير نشوفها بكره في 90 دقيقه تنتهي بفوز النادي الاهلي، ويعود ان شاء الله النادي الاهلي لبطوله السوبر رقم 12 ان شاء الله. طيب عشان نعيش مع الفريق لحظه بلحظه يا كريم، برضه قول لنا برنامج الفريق حتى موعد المباراه وبكره باذن الله تعالى هيكون عباره عن ايه؟ يمكن اقدر اقول لك زميلي امير خلاص يعني النهارده كده خلاص اليوم انتهى بالنسبه للتدريبات والتحضيرات الفنيه. غدا صباحا طبعا كالعاده الامور الاعداديه بالنسبه للفطار، يمكن الفطار مخصص في 7 10 صباحا، غدا هيكون في 8 الساعه الثانيه. انت عارف يمكن التوقيت زي ما قلنا تعتدل، يمكن عاملين ازمه شويه بالنسبه للتوقيتات بين مصر والقاهره، لكن خلاص الكل ماشي على التوقيت الخاص بالامارات. نقدر نقول يمكن التحرك اللي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني قبل ساعه وساعه ونص كمان، لان بكره امير يوم الخميس في الامارات اللي هيكون زحمه جدا يعني، وكمان التوقيت اللي هيكون في التحرك هو خروج من الدوام او خروج من العمل هنا في الامارات، وفي ترتيبات كثيره جدا ان يكون التوقيت بدري شويه عن ان يكون النادي الاهلي متواجد في الاستاد محمد بن زايد قبل المباراه بساعه ونص. يعني نقدر نقول المباراه الساعه 9 نزل النادي الاهلي ممكن يتحرك من هنا 7 ونص، لان الفريق زي ما بقول لك ممكن يكون مزدحم بشكل كبير، رغم ان هيكون في امن يعني يكون في طبعا توفير امن والامن هنا على اعلى مستوى، لكن تحسبا يكون في اي معوقات في الطريق. النهارده كان المفروض مقرر ان يكون التحرك 6 الا ربع، لكن كابتن سيد عبد الحفيظ اكثر التحرك شويه يكون 5 ونص، لان زي ما بقول لك الاربع والخميس في الامارات الازدحام بيكون شديد جدا. لكن خلاص يعني نقدر نقول المحاضره الفنيه اللي بياخدها مستر ريني بايلر قبل كل مباراه تكون 5 دقائق فقط لغير قبل التحرك، يعني يكون 5 دقائق، نقدر نقول 7 وربع او 7 وثلث تكون محاضره فنيه اخيره من مستر ريني بايلر. التشكيل بيعلن امير صباح اليوم المباراه، وده سيستم جديد لمستر ريني بايلر عود عليه لعيبه النادي الاهلي، يعني بيقول التشكيل صباحا ويبقى خلاص الرتوش الاخيره في المحاضره لم تستغرقش غير 5 دقائق، لكن الكل جاهز، الفنيه جاهز بشكل جاهز، كل اللعيبه جاهزه طبيا بدنيا فنيا. يعني مش عايز اتكلم طبعا على كل اللعيبه حالتها المعنيه وعامله ازاي، لكن بقول الكل الحمد لله امير جاهز. هي خلاص بقى بكره ان شاء الله الكل يكون داخل في مود المباراه، ان شاء الله ربنا يكرم كل اللعيبه ان شاء الله زميلي امير. بخلاف الجاليه المصريه هناك واللي اكيد مهتمه بمباراه القمه يا كريم، عايزه اطمن على الشعب الاماراتي ومدى اهتمامه بهذه المباراه، هل هم متحمسين لمشاهده مباراه مهمه زي مباراه الاهلي والزمالك؟ بالتاكيد زميلي امير، يعني يمكن كل لما بنتحرك بنشوف جمهور النادي الاهلي والشعب الاماراتي، انا اقدر اقول لك خليته اهلاوي بصراحه، يعني ما شفتش حد في الامارات بيقابلنا لما بيتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وحضورهم هيكون مكثف. يمكن كمان الصحفيين الاماراتيين مهتمين بشكل كبير جدا وعارفين قيمه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، زي ما بقول لك ما تلاقيش حد سواء من النقاد الرياضيين الاماراتيين او الشعب الاماراتي او الناس اللي متواجده في فندق الاقامه او في الملعب الا انه بيكون بيتمنى الفوز للنادي الاهلي. الناس عارفه قيمه النادي الاهلي، نجوم النادي الاهلي عارفينهم بالاسم، عارفين اللعيبه اللي فاتت واللعيبه اللي متواجده. فعايز اقول لك يعني الحب المتبادل والحاله الرائعه جدا بين الشعب الاماراتي
والشعب المصري وحيدا وتحديدا جمهور النادي الاهلي واصل اللعيبه بشكل كبير جدا، وجمهور النادي الاهلي واصل له كمان التعاون الكبير اللي بيقوم بيه الشعب الاماراتي وبيقوم بيه ايضا كمان مجلس ابو ظبي الرياضي اللي عامل يمكن طفره كبيره جدا وتنظيم رائع. كل الامور ان شاء الله امير هبان بكره في المباراه من تنظيم من حفل من كل حاجه، يعني ان شاء الله باذن الله السوبر يبقى شكله رائع وشكله مميز، ومش هيبقى شكله رائع يا امير الا لما النادي الاهلي ان شاء الله يفوز باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه الوفيه. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهاتف من الامارات وطمنا بشكل كبير جدا على استعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد المرتقبه امام نادي الزمالك، واللي ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق فيها بشكل كبير جدا. عايز اقول لحضراتكم ان الاجتماع الفني اسفر على ان النادي الاهلي هيرتدي الزي التقليدي الخاص بيه احمر في شورت ابيض في شراب احمر، الزمالك هيبقى الزي القوي بالنسبه له هو الزي الازرق بالكامل. طيب عايزين نعيش مع حضراتكم على مدار حلقه اليوم كده ونخش في الاجواء، تعالوا نشوف توقعات واراء جمهور النادي الاهلي بخصوص مباراه الغد ايه. يلا بينا. ان شاء الله الماتش هيبقى كويس يعني، وان شاء الله يعملوا مباراه كويسه ويفوز الاهلي ان شاء الله يبقى 2-1 ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يعني. ناخد السوبر ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيقدم مباراه كويسه جدا، ويعني هيبقى فيها شويه ضربات بس الاهلي هيقدر يكسب ان شاء الله في الاخر النتيجه 3-0 او 2-1. هو الاهلي الفتره دي اداؤه احسن بكتير من الزمالك تمام على المستوى الفني، فان شاء الله 3-4 باذن الله، باذن الله كهربا جون باذن الله. ان شاء الله مباراه الليج بس باسم اكبر نادي يعتبر في افريقيا الاهلي والزمالك تمام، مباراه تطلع كويسه جدا وان شاء الله طبعا بتمنى نفوز الاهلي طبعا تمام، وبتوقع ان هي ممكن تكون نتيجه كبيره تمام، واهم حاجه بس اللعيبه تأدي في الملعب وتعمل اللي عليها ماشي والباقي على ربنا يعني. لا ان شاء الله باذن الله الاهلي طبعا يعني هيكسب باذن الله طبعا ان شاء الله، والنتيجه ان شاء الله يعني 4-2 كده باذن الله. ان شاء الله ماتش يخرج بروح رياضيه كويسه، ومن ناحيه الفنيات وكده الاهلي طبعا ماشي كويس في الدوري، والزمالك طبعا لسه واخد السوبر الافريقي وهيبقى ماتش كويس، يبقى الدنيا كلها تشوفنا وتشوف المستوى بتاعنا بقى عامل ازاي. انا متوقع الاهلي بس هيبقى في سكور كبير في الفرقتين، يعني مثلا 4-2 4-3 3-2، لكن هو الاهلي بكل الحسابات الاهلي. التمني والتوقع الاثنين مرتبطين، الاهلي ان شاء الله هيفوز المباراه، اي مباراه تكون ما لهاش علاقه باللي بيحصل قبلها، سواء بقى الاهلي متصدر بعدد اهداف بعدد بنات فرق النقط بين الاهلي والزمالك في الدوري ملوش اي علاقه، الموضوع ملوش علاقه بكده خالص. اهلي وزمالك من واحنا عيال صغيرين ماتش لوحده قمه لوحده 90 دقيقه بس. 2-1 لصالح الاهلي عشان الاهلي ده حبيبنا وفي قلبنا وفي عمرنا كله. والله الماتش هيمشي حسب الاجواء اللي موجوده فيها، كل الفرقه الفايقه هتعمل شكل كويس في الملعب، لكن انا متاكد ان الاهلي هيعمل شكل احسن من اللي بيعمله، احسن من اي ماتش اتعمل دلوقتي، لان ماتش السوبر ده بطبيعه الحال او ماتش الزمالك له وضع خاص وله كل ملابسات خاصه وله تكتيك خاص وكل حاجه، فان شاء الله هتلاقي الماتش طالع بشكل كويس والاهلي هيقدم عرض كويس، وانا متاكد ان شاء الله ان الفوز هيبقى الاهلي ويكمل 6-1 ان شاء الله، ويبقى احنا كده عملنا المنصور بتاعتنا ان شاء الله. نتيجة 6-1 في الحقيقة نتيجة كبيرة جدا يعني، صعبة يعني تتكرر ما تتكررش كتير يعني، صعب جدا ان هي تحصل، لكن نتمنى بكل تأكيد يعني لو 6-1 الأهلي كسب يعني تبقى حاجة جامدة جدا، تبقى حاجة كويسة قوي بصراحة يعني. لكن في كل الأحوال حالة تفاؤل زي ما حضراتكم شايفين كده عند جمهور النادي الأهلي بخصوص هذه المباراة وبخصوص النتيجة، البعض توقع 3 أهداف و4 أهداف، لكن الأكثر منطقيا ان المباريات اللي زي دي لما بتبقى ما بين فرقتين كبار زي الأهلي والزمالك النتيجة فرق هدف أو فرق هدفين سواء هنا أو هنا يعني بفرق كبير يعني، ده أكتر حاجة يعني هدف هدفين ممكن يبقى الفرق. طبعا في مباريات بتبقى أكتر من كده، لكن في ظل مستوى الفرقتين خلال الفترة اللي فاتت والمعطيات ما قبل هذه المباراة هتبقى مباراة صعبة على الفرقتين، إن شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي. احنا متواصلين مع حضراتكم على مدار حلقة اليوم وتوقعات حضراتكم على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا. طيب قبل ما اشوف توقعات جمهور الأهلي على السوشيال ميديا خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا جدا مع فنان أهلاوي كبير ومن الناس اللي انا في الحقيقه بحبهم وبحب اتابعهم جدا واكتر واحد بيضحكني في الدنيا طبعا الفنان احمد فهمي. يا استاذ احمد مساء الخير عليك. يا حبيبي يا امير عامل ايه اخبارك ايه كله تمام الدنيا لطيفه الحمد لله كله تمام زي منورنا ومنور شاشه قناه الاهلي.
يا باشا شرف ليا ان انا اكون معاك واكون على شاشه قناه النادي الاهلي حتى لو مداخله. اهلا بيك اهلا بيك. طبعا عايزين نتكلم معاك عن المباراه دي، وانا عارف ان انت الكوره بالنسبه لك حاجه مهمه، وطبعا الاهم كمان النادي الاهلي. بتشوف المباراه دي ازاي وتوقعاتك ليها ايه؟ انا بشوفها طبعا ماتش مش سهل خالص يعني، بس هو الفتنه كلها انا بشوفها ازاي. انا شايف ان الاهلي عنده فرصه اكبر، فرصه اكبر. توقعاتي انا الشخصيه او احساسي، لان هي برضو ما لهاش يعني، ما اقدرش اقول لك ايه اللي هيحصل بالظبط، بس انا حاسس ان احنا هنكسب فرق جونين. فرق جونين انا حاسه. اللي انا حاسه يعني. من وجهه نظرك ومن خلال متابعتك لمباريات الاهلي بشكل دائم، يعني مين العناصر اللي في النادي الاهلي اللي ممكن ترجح الكفه عند الفريق؟ انا عايز اقول لك حاجه غريبه شو. انا يعني انا احساسي الشخصي او انا شايف ان الماتش ده بالذات نفسي ابتدي الكهرباء. كهرباء. ليه بقى؟ كهرباء شخصيته يعني، شخصيته في الضغوط دي بيدي اكتر. تمام. الماتش بره مصر. انا شايف ان كهرباء قفل اخر نص ساعه الماتش اللي فات ولا اخر ربع ساعه اللي لعبها بشكل كويس جدا ومعنوياته اعلى. انا شايف ان هو يبتدي، انا مش بتكلم على الجزء اللي قدامي، يمكن نص الملعب ورا محسومه بشكل كبير. انا شايف كهرباء وحسين قفشه تمام واجايب، دول اللي يبتدوا، دول اللي يرجحوا كفه الاهلي. تتوقع ان يبقى في مفاجاه مستر فايلر بكره مثلا، لاقي باجي بيبتدي مثلا؟ لا صعبه، صعب ومش صح. مش صح. انا شايف ان اجايب هو اللي يبتدي، وشايف ان رمضان ووليد يبقوا موجودين معاه. بس النهارده مستر فايلر اعلن ان رمضان خارج المباراه خلاص لعدم جاهزيه. خلاص اكيد. ولا حتى في ال 18؟ مش هيبقى في ال 18 على حسب تصريحات مستر فايلر النهارده في المؤتمر الصحفي يعني. اعتقد انه يبقى كده وليد هو اللي هيكون مهم قوي موجود بره يعني. وليد سليمان شايف ان عنصر الخبرات هيرجح كفه الاهلي بشكل كبير. دايما وليد يعني، وليد الفتره الاخيره عمل كده فعلا. ويعني يمكن حتى لسه انا مش عارف مين هيبتدي، فتحي ولا هاني. يعني دي فيها ودي فيها، فاهم؟ تمام. بس يعني بقول لك دايما انت لازم يبقى في فتحي، لازم يبقى في وليد، لازم الدنيا تبقى عامله كده. بس والزمالك جاي معنوياته عاليه برضه من ماتش الترجي. بس انا متفائل جدا وحاسس الماتش هيبقى بتاعنا ان شاء الله. شايف ان فوز الزمالك على الترجي ده يديله دفعه معنويه اكبر قبل مباراه الاهلي؟ جدا. جدا. وانا كنت متوقع يعني، كنت متوقع الزمالك يفوز. يعني الزمالك بيلعب الماتشات دي كويس. انا بقول لك ماتش السوبر هيبقى اصعب بالنسبه لنا لو قابلناهم في افريقيا. يعني الزمالك بيعمل الماتش الواحد ده كويس زي ماتشات الكاس كده. حتى لما انا اتسالت قريب قلت انا حاسس ان الزمالك اسهل له ماتش الترجي اللي في السوبر الافريقي اكتر من اللي رايح جاي. الماتش اللي هيبقى في افريقيا. تمام. حتى المستشار مرتضى زعلت مني، طلع اشتمني مرتين في قناه بسبب الكلام ده يعني. بس ده كان رايي انا، ما قلتش يعني. انا اللي بقوله ان انا ان الزمالك في الماتش الواحد ده اللي هو بيتلعب على البطوله ده بيبقى خطر جدا. ايه وجهه نظرك في كده طيب؟ ايه وجهه نظرك في كده؟ السنين اللي فاتت يعني هتلاقيهم حاطين بطولات كاس كتير قوي. بيعرفوا يعملوها كويس يعني، حتى لو بيبقوا سيزون مش هم مش عاليين فيه. يعرفوا يلموا نفسهم في بطوله الكاس ويلعبوا الماتش بماتش كويس قوي. بس انا رايي بكره ان شاء الله ان الماتش بتاعنا والبطوله دي بتاعتنا باذن الله. باذن الله. في نتيجه متوقعه ولا لا؟ بقول لك ان شاء الله فرق هدفين 3-1 بحاجه كده باذن الله. طيب طقوسك بقى في ايام مباراه القمه بتبقى عباره عن ايه؟ بتتفرج على الماتش فين؟ والله المفروض كنت ابقى في ابو ظبي. حتى كنت بتكلم مع محمد فضلي يعني، حتى كنت هروح على هناك. بس طلع لي تصوير وكده يعني يوم قبل ويوم بعد، فمش عارف اسافر. فبكره لا هتفرج مع اصحابي الاهلاويه، ما بحبش اتفرج مع الزمالكاويه. احب اتفرج مع الاهلاويه بس، فهنعمل لما ونقعد بقى نتفرج يعني ان شاء الله باذن الله. باذن الله ونفرح كلنا. يا استاذ احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. بشكرك شكرا جزيلا. الفنان الاهلاوي الكبير احمد فهمي كان في مداخله معانا وبيتكلم عن مباراه الغد طبعا المرتقبه، ولكل الناس هتتابع هذه المباراه وتشوف نتيجتها باذن الله. باذن الله النتيجه تكون في صالح فريقنا الكبير، فريق النادي الاهلي. طيب هكمل مع حضراتكم
بعض التوقعات الخاصه بجمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا. وانا في الحقيقه حلقه النهارده بالتحديد حلقه خاصه جدا، لان احنا حبينا ان احنا نتواصل دايما مع الجمهور ونشوف توقعاتهم بخصوص مباراه بكره، وخصوصا ناقص 24 ساعه على المباراه دي، فعايزين خلاص نعيش بقى في الاجواء، والاعصاب بتبقى مشدوده. وفي الحقيقه دايما الاعصاب بتبقى مشدوده في مباراه الاهلي، لكن بالتحديد كمان مباراه القمه بتبقى الاعصاب متوتره اكتر، لان بتبقى هي اهم المباريات بكل تاكيد. خلينا نبتدي بفيسبوك وتوقعات جمهور الاهلي. ادريانو قال انا بحبك قوي امير، تسلم يا ادريانو، وان شاء الله الاهلي هيفوز 2-0 باذن الله تعالى. يوسف اشرف مساء الخير يا يوسف عليك، الاهلي هيفوز 3-1 باذن الله، توقعات يوسف تمام. في بعض ايضا التوقعات، احمد ماندو قال حبيبي ابو حميد تسلم على كلامك الجميل، هنفوز 3-2 باذن الله يا احمد. زكي خليفه قال 3-1 للاهلي. ابو عمر علي قال 3-2 للاهلي ان شاء الله باذن الله. زكريا نجح بيقول نتيجه كبيره جدا، بيقول بجد والله العظيم الاهلي هيفوز 6-0، يا ريت نتمنى يا زكريا في الحقيقه يعني. همسه محمد قالت مساء الخير بالتوفيق للنادي الاهلي غدا، ان شاء الله يرجع بالكاس، ده اهم شيء طبعا، ان شاء الله الاهلي هيكسب 3. ده واحد اسمه ايام زمان يعني. منتصر الديباوي قال فوز الاهلي 4-1. زهره مبارك قالت ان شاء الله الاهلي 3-1. تعالوا نروح لتويتر شويه، واحمد مانو قال الاهلي هيفوز 3-2. اهلاويه وافتخر قالت 3-0 لنادي القرن باذن الله تعالى. محمد جمعه قال ان شاء الله الاهلي هيكسب 4-1، نتيجه كبيره برده بصراحه. الاهم ان الاهلي يكسب ايا كانت الرقم كام، او في ناس تهتم بالسكور وكل حاجه تبقى حاجه كويسه، لكن الاهم ان الاهلي يرجع ان شاء الله باللقب يوم الجمعه بعد انتهاء المباراه يوم الخميس باذن الله تعالى. بدر محمد قال هدفين للاهلي مقابل لا شيء، ان شاء الله يا بدر. محسن طنطاوي ان شاء الله الاهلي يكسب 3-1. حسن عبد الرحمن قال الاهلي يكسب 3-0. ومحمد علي قال ان شاء الله الاهلي يفوز 2-0. دي كانت توقعات الجماهير، وهنفضل متواصلين طبعا على مدار الحلقه ونشوف توقعات اخرى لجمهور النادي الاهلي من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، وانستغرام. لكن الصحف ايضا اتكلمت عن هذه المباراه وبالتحديد فيما يخص النادي الاهلي، تعالوا نشوف قالوا ايه. الأهرام 24 ساعة على قمة سوبر الأهلي والزمالك، الأحمر يخوض مران الرئيس اليوم وغموض موقف أفشة، فايلر مواجهة الغد مثل الضربة القاضية للموسم الحالي. الأخبار، كلاسيكو السوبر كامل الأوصاف، السرية شعار القطبين والتذاكر نفدت والاستقبال رائع. الجمهورية، مواجهة ودية الليلة بين قدامى الأهلي والزمالك، أبو ظبي تتجمل لاستقبال السوبر المصري. الشروق، العامل النفسي سلاح فايلر الأساسي في القمة، السويسري يكثف من جلسات التحفيز للاعبين في الساعات الأخيرة ويؤكد لا تسمحوا لأحد بإيقاف مسيرتنا. الوفد، ثلاث مراكز تثير حيرة فايلر قبل لقاء الزمالك، الأهلي جاهز والجماهير تشعل حماس اللاعبين قبل مباراة السوبر في الإمارات. الدستور، فايلر يدرس الدفع بمتولي في الوسط وتعليمات خاصة لرمضان وكهرباء والشحات. وأخيرا الأخبار المسائي، الحسم المبكر، الأهلي يختتم استعداداته للقمة وفايلر يستقر على التشكيل المفاجئ. الأهرام في البداية، وبتتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر بكل تأكيد، وهو الشغل الحديث الأهم لكل الشعب المصري خلال الأيام الحالية، والشغل الشاغل للشارع الرياضي المصري تحديدا. 24 ساعة على قمة سوبر الأهلي والزمالك، خلاص القمة بكرة يا جماعة بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. كمان الأحمر يخوض مران الرئيسي اليوم، واللي انتهى خلاص بشكل رسمي وغموض موقف أفشة. لا احنا بنطمن حضراتكم، أفشة موجود وجاهز وتحت إشارة ورهن الجهاز الفني، هو اللي هيختار مستر فايلر هل أفشة يبتدي أساسي ولا يبقى على الدكة، دي رؤية فنية، لكن أفشة فنيا وبدنيا وكل شيء الأمور جاهزة بالنسبة له. فايلر وكلامه على مواجهة الغد مثل الضربة القاضية للموسم الحالي، مش ضربة قاضية ولا حاجة، وما أعتقدش ده كلام فايلر، اللي هم دي طبعا يعني قبل تصريحات مستر فايلر يعني في المؤتمر الصحفي، هو الراجل ما اتكلمش بالطريقه دي خالص، هي مجرد مباراه، هي طبعا مباراه سوبر، لكن لسه الموسم طويل، في بطولات اخرى مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي هذا الموسم. تعالوا نروح للاخبار، وجريده الاخبار بتقول ان الكلاسيكو السوبر كامل الاوصاف، ودي حقيقه بصراحه، يعني كامل الاوصاف من ناحيه ايه؟ اولا عندك ملعب ممتاز هتلعب عليه،
عندك استاد بشكل كامل، استاد جيد، والاهم حضور الجمهور سواء جمهور الاهلي او الزمالك، فهيدي متعه خاصه وطعم خاص لهذه المباراه. عندك بخلاف كده الجوانب الفنيه سواء فيما يتعلق بجهاز فني جيد جدا في النادي الاهلي مستر فايلر، وجهاز فني جيد في نادي الزمالك مستر باتريس كارترون، بالاضافه للمواهب الكثيره الموجوده على ارض الملعب في مباراة الغد سواء من الأهلي أو الزمالك. كلام بيتكلموا عن سرية شعار القطبين، وده حقيقي يعني ما كانش فيه متابعات كبيرة جدا للتدريبات بناء تعليمات الجهاز أو الأجهزة الفنية، والتذاكر نفدت. تذاكر النادي الأهلي كانت خلصت من أول امبارح تقريبا أو قبل كده كمان، لكن تذاكر النادي الزمالك أعتقد أنها على وشك النفاذ كمان خلال الساعات الحالية. والاستقبال رائع للفرقتين طبعا ده من خلال الشعب الإماراتي الحبيب. تعالوا نروح للشروق، واللي ايضا بتتكلم عن هذه المباراه، واللي بتقول ايه؟ بتقول ان العامل النفسي سلاح فايلر الاساسي في القمه، ويعني بيتطرقوا لجزئيه التعامل النفسي من قبل المدير الفني مع اللاعبين قبل مباريات مهمه زي دي، وبيقولوا ان هو بيحاول دايما ان هو يجد العديد من الدوافع للاعبين عشان يقدروا ان هم يفوزوا في مختلف المواجهات. ودي حقيقه يعني بالمناسبه دي ميزه من ضمن مميزات مستر فايلر، واحنا بنشوف على مدار المباريات السابقه بالنسبه للراجل ده مع الاهلي دايما بيبقى فيه دوافع متجدده، الدوافع دي بتؤدي لفوز النادي الاهلي في بعض الاحيان بنتائج مريحه جدا وبعدد وافر من المباريات. يعني في الدوري احنا ما خسرناش ولا تعادلنا ولا ماتش، كل المباريات ما شاء الله كسبناها، يعني بخلاف طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا والاهلي موفق فيها حتى الآن. جلسات التحفيز بكثافة ومحاضرات أكيد أيضا بشكل كبير جدا. طيب دي بعض الأخبار في الصحف، لسه عندنا أخبار أخرى هنعلق عليها من خلال صحف اليوم. هروح لفاصل سريع الأول وبعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، نكمل تعليقنا على اخبار الاهلي في الصحف النهارده بالتحديد بخصوص مباراه الغد امام نادي الزمالك، ونروح لجريده الوفد واللي قالت ايه. قالت ان في ثلاث مراكز تثير حيره فايلر قبل لقاء الزمالك، يعني المركز الاول مثلا بالتحديد فيما يتعلق بالتشكيل، يعني ان اللاعب اللي هيلعب بجوار رامي ربيعه ده طبقا لتحليل جريده الوفد، وبيقولوا في ثلاث خيارات لمستر فايلر سواء ايمن اشرف او ياسر ابراهيم او محمود متولي، وهم شايفين ان رامي ربيعه هو اللي هيكون اساسي. ما نضمنش اي حاجه مع مستر فايلر في الحقيقه. قال لك كمان من ضمن المراكز اللي بيفكر فيها مستر فايلر هو الظهير الايمن بالتحديد، هل احمد فتحي اللي يلعب ولا محمد هاني، ده برضو امر هنعرفه مع بدايه المباراه وقبل المباراه بساعه. يعني كمان بيتطرقوا للجناح الايسر، هل هيبتدي بكهربا ولا هيلعب اجاييه كان جناح ايسر ويبقى مروان هو المهاجم، ولا ممكن يتم الدفع بباجي كمان ويبقى اجيب التالي هو الظهير او جناح الايسر. يعني كلها تنبؤات وتوقعات. يعني الاهلي جاهز والجماهير تشعل حماس اللاعبين طبعا، يعني انت عارف الاهلي كده كده ما شاء الله بيمشي كويس جدا، ما بالك بقى لما بيكون موجود جمهور النادي الاهلي العظيم في اي مباراه من المباريات. يعني فاكيد الكفه بتبقى ارجح للنادي الاهلي بكل تاكيد، لان جمهور النادي الاهلي غير ده امر معروف يعني، فاكيد هيبقى جمهور النادي الاهلي دور كبير جدا في هذه المباراه باذن الله تعالى. طيب تعالوا نروح للدستور، والدستور بتتكلم على ان فايلر يدرس الدفع متولي في الوسط. ممكن تكون فكره في ذهن مستر فايلر ممكن يعني، لكن النسبه بتاعتها اعتقد قليله شويه. يعني هو هنا في الخبر الاستاذ محمد الدكر بيقول ايه، بيقول ان هيبقى موجود اليو ديانج وسولاي عادي بشكل طبيعي، وممكن يكون في تفكير بالدفع متولي عشان يبقى ثلاثه في نص الملعب، خصوصا في الحرب اللي هتكون موجوده في وسط الملعب بخصوص تواجد اليو ديانج وسولاي وايضا تواجد فرجاني ساسي وطارق حامد، فهتبقى المنافسه قويه جدا في وسط الملعب تحديدا. بيتكلم كمان هنا على تعليمات خاصه لرمضان وكهربا والشحات، رمضان خلاص خارج المباراه طبقا لتصريحات مستر فايلر، كهربا والشحات على حسب مين اللي هيبتدي فيهم بشكل اساسي، لكن التعليمات للفريق ككل باذن الله الهدف معروف ان الفريق ان شاء الله يرجع لنا بالكاس باذن الله تعالى. عايز اروح سريعا لمداخله مهمه جدا مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد الاوسي اللي سافر ابو ظبي ووصل بسلامه الله، بنقول له الحمد لله على السلامه وعايزين يرجع لنا الكاس ان شاء الله، ولا يا استاذ اوسي؟ ان شاء الله يا امير يعود الاهلي منتصرا بكاس السوبر باذن الله، تحياتي ليك ولكل عشاق ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا استاذ اوسي، وان شاء الله رحله موفقه كده وتفرح ونفرح كلنا بفوز النادي الاهلي. عايز اتكلم معاك بخصوص اجواء ما قبل هذه المباراه، خصوصا ناقص 24 ساعه على انطلاق اللقاء. يا رب ان شاء الله طبعا، اتمنى ان هي تكون مباراه كبيره، مباراه موفقه، مباراه تليق باسم الكره المصريه بشكل عام في ظل تواجد الكبيرين الاهلي والزمالك، الزمالك المتوج قبل ايام بالسوبر الافريقي والنادي الاهلي
يعني المنتخب بانتصاراته في الدوري والمنتخب في الدوري بفرق كبير وبانتصاراته الكبيره وفوزه في 15 مباراه في الدوري حتى الان كل ده يجعل المباراه يعني حتى كل هنا بيقول يعني توقعات صعبه المباراه يعني الفريقين يقدروا يقدموا مردود كبير جدا يقدروا يقدموا عرض كبير جدا يقدروا يقدموا مباراه كبيره جدا تليق بالكره المصريه بغض النظر عن اللي فايز النهارده يمكن دي حساوه كبيره جدا للنادي الاهلي ونادي الزمالك من جهتين الجهه الاولى من الاشقاء هنا في الامارات اللي بيوفروا كل شيء يعني اقدر اقول لك يعني كما نقول انسنا بيوفروا لبن العصفور للاهلي وللزمالك ونجاح السوبر المصري واهتمام كبير جدا بالسوبر المصري وتجهيز الملعب يمكن النهارده كان في مؤتمرين صحفيين معمولين في قلب الملعب ملعب محمد بن زايد في مدينه عمايره ابو ظبي تمام اهتمام كبير جدا يعني بهذا الحدث يعني بشكل غير عادي والله يا اخي الشارع الاماراتي اتفضل عايز كمان بالنسبه للجول الثاني بالنسبه للمصريين المصريين تعداد الجاليه المصريه هنا يقترب تقريبا من ربع مليون نسمه موجودين هنا في الامارات العربيه المتحده عدد كبير جدا ده بالنسبه لهم الاهلي والزمالك هنا عيد حتى كلهم بيقولوا لنا احنا حاسين ان في اجواء غير عاديه في الامارات حاسين بحاله غير طبيعيه بيعمل لهم كده نوع من النشوه نوع من الوطنيه نوع من القرب من بلدهم المغتربين عنها فرحه وسعاده كبيره بيتهافتوا ان هم يا سلام لو طالوا صوره مع ايه لمين لعيب الفريقين مع المسؤولين مع الاعلاميين الفريقين الكبار الحقيقه يعني هم يعني حاسين باستقبال غير عادي واستقبال الاهلي والزمالك اقبال كبير جدا زي ما عرفنا ان تذاكر الاهلي كلها نفذت بعد 40 ساعه من طرحها ده لان جزء متبقي من تذاكر الخاص بذلك لم ينفذ حتى الان لكن قتال على اللي عايز ياخد تذكره يعني الحقيقه في ناس برضه كتير جدا عايزه تاخد تذاكر ومش لاقيه بالرغم من انه في تذاكر الزمالك ما زالت تنفذ يعني فان شاء الله تكون اجواء جميله واجواء رائعه واجواء حماسيه وتخلي المصريين يفخروا اكثر ببلدهم وفرقهم وانديتهم يا رب ان شاء الله باذن الله ده اهم شيء ان المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه والاهم كمان بالنسبه لنا ان الاهلي يفوز باذن الله تعالى لكن يا استاذ اوسي عايز يعني استغل تواجد حضرتك في ابو ظبي وتنقل لنا مدى الشعبيه الخاصه بالنادي الاهلي تحديدا سواء من خلال الجاليه المصريه او من خلال الشعب الاماراتي نفسه بص الحفاوه بالكره المصريه كلها بشكل عام كبيره جدا هنا في الامارات الشعبيه للنادي الاهلي بالنسبه للمصريين هنا غير محدوده الحقيقه بدليل انت مؤشر عندك التذاكر نفذت بتاعه الاهلي وجرت لحد 48 ساعه ده دليل على ان الذين يريدون الاهلي والتابعين له واتباعه وانصاره كثر هنا في الامارات بشكل غير عادي يعني ففي شعبيه كبيره جدا الاهلي طبعا ملك الشعبيات في مصر او خارج مصر ده كلام كبير جدا وايضا لذلك لها شعبيه كبيره جدا برضه موجوده في الامارات الحقيقه يعني اللي انصار كتير جدا من الاماراتيين ومن المصريين طبعا احنا عارفين مواجهات الزمالك ودايما المواجهات الجميله الطريفه هنا بين الاهلاويه وبين الزمالكاويه وهنكسبكم وهتكسبونا والحاجات الجميله دي ولكن في اطار معلق بالادب وبالاحترام وبالقيمه وبالحب وبالتقدير المهم ان في النهايه هي مصر تنتصر شجع الاهلي شجع الزمالك ولكن في النهايه حب بلدك وحب فريقك وقدم صوره محترمه تليق بيك وتليق بالاهلي وتليق بالزمالك وتليق بالكره المصريه باذن الله يا استاذ اوسي تابعت مران الاهلي الاخير النهارده ولا لا؟ يعني تابعنا جزء منه طبعا زي ما قلت لك بعد المؤتمرين الصحفيين اللي اخذوا الساعه 11 11 ونص الزمالك تدرب مباشره بعد المؤتمر الصحفي بتاعه حضرنا ربع ساعه من مران الزمالك الاولاني اللي هو مفتوح للاعلام اللي صور واللي عمل واللي اتكلم واللي خد كذلك مران الاهلي كان فيه ربع ساعه مفتوح بعد كده مران مغلق تماما ليس فيه الا الجهاز الفني واللاعبين لكن يبدو الحماس كبيرا على اللاعبين والاصرار لديهم بلا حدود لتقديم مباراه كبيره وفي يعني الجهاز الفني والجهاز الاداري قاسم بدرجه كبيره جدا على اللاعبين لدرجه ان انا لا اسمع شيئا تقريبا عن النادي الاهلي الاخبار في يعني تحويض كبير على اللعيبه اعاده الاهلي في معسكرات في مباراته الخارجيه دايما في التزام في الهدوء في السكينه في عدم يعني الخروج عن النص على الاطلاق عدم اثاره اي مشكلات الاهلي طبعا كان متفق على مكان اقامه وكان موجود وراح واستقر في مكان اقامته شفنا الزمالك رغم ان هو حدد للفندق اللي هيكون فيه الا انه طلب تغيير المكان وتم نقله بالامس لفندق اخر يعني كله في اطار مناورات ربما الله اعلم لكن في النهايه اللي اقدر اقول لك عليه بالنسبه للاهلي
حاله استقرار، حاله تركيز كبيره جدا، وحاله احترام كبيره جدا للمنافس بعد فوزهم بكاس السوبر الافريقي وظهورهم بصوره كبيره جدا امام الترجي التونسي. باذن الله. اخيرا توقعاتك يا استاذ اوسي. زي ما بنتوقع دائما يا امير في حلقاتنا يوم الخميس، دائما نتمنى ان يكون هذا الخميس مبهجة بالظبط للاهلي ولجماهيره، ويحرز الاهلي بطوله السوبر التي احرزها من قبل 11 مره باذن الله. 11 مره الاهلي فاز بالسوبر، الزمالك فاز بها ثلاث مرات بشكل عام، الاهلي التقى مع الزمالك ست مرات في السوبر، فاز بخمسه والزمالك فاز بواحده. الكل ينتظر الثلاثيه في مواجهه الزمالك، ونفس السوبر ان شاء الله تكتمل غدا بفوز الاهلي بالسوبر باذن الله. وننتظر عرض كبير جدا من الفريقين باذن الله، وعرض اخلاقي وعرض كروي وعرض اكيد اكيد يسعد كل جمهور مصر سواء اللي هنا في الامارات او في جمهور مصر العربيه ان شاء الله باذن الله. استاذ اوسي مستنيينك ترجع لنا بالكاس ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد الاوسي، كان معانا على الهاتف من ابو ظبي وطمنا بشكل اكبر على الاجواء ما قبل مباراه الاهلي والزمالك ب 24 ساعه. نرجع نكمل اخبارنا سريعا، الريتم هيبقى سريع شويه عشان عايز الحق استضيف ضيفي العزيز في حلقه اليوم الاستاذ ممدوح فهمي. خلينا نروح اخبار المسائي، واللي قال ايه؟ قال الحسم المبكر يعني ممكن يكون في تطرق لاحراز هدف مبكر في هذه المباراه. الاهلي يختتم استعداداته للقمه، ده حصل، وفايلر يستقر على التشكيل المفاجئ. من وجهه نظرهم شايفين ان في تشكيل مفاجئ هيبتدي بيه النادي الاهلي. خلينا نقول لحضراتكم وجهه نظر اخبار المسائي، ان الشناوي هيبقى في حراسه المرمى، معلول ورامي ورامي ربيعه وايمن اشرف وفتحي في خط الدفاع، السوليه وديانج في نص الملعب، وقدامهم اجاي افشا الشحات ومروان او اليو باجي اللي هيبتدي. دي وجهه نظر اخبار المسائي، لكن في كل الاحوال لسه ما نعرفش وجهه نظر مستر رينيه فايلر هتكون ايه. اخبار الاهلي في المواقع سريعا يلا. بن زايد يستعد لاستقبال السوبر المصري بين الاهلي والزمالك غدا. الوطن سبورت، الاهلي فاز بصافرته دوري وكاس، معلومات عن رجل الاسعاف حكم مباراه السوبر. اليوم السابع قبل قمة السوبر، قائمة الأهلي تساوي 431 مليونا و 900 ألف جنيه. سوبر كورة، مانويل جوزيه عن مواجهة الأهلي ضد الزمالك، حظوظ الأحمر أقوى من الأبيض. البوابة سبورت، السوبر المصري، أفشا مستر أسيست الأهلي. الفجر الرياضي، الأهلي يتفوق على الزمالك في التصنيف العالمي قبل مباراة السوبر. الاتحاد الإماراتية، الأهلي خلف الأسوار والزمالك تحت الشمس. إمارات 24، كأس السوبر، قمة مصرية على الأراضي الإماراتية. طيب بشكل سريع، الوطن سبورت بتتكلم عن المباراة وعن تحديد الحكم الخاص بهذه المباراة النرويجي سيفن أودفر موين، وان هو راجل عنده 41 سنه وبيعمل في خدمات الطوارئ بالاسعاف، وان هو ادار مباراتين للنادي الاهلي قبل كده، مباراه القمه في 2015 2016 وانتهت بالتعادل السلبي، كان ساعتها الكابتن محمد حلمي مدير فني لنادي الزمالك، ومستر مارتن يولي مدير فني للنادي الاهلي، وايضا مباراه اخرى كانت مهمه جدا مع فريق المصري البورسعيدي في نهائي كاس مصر، وانتهت بفوز الاهلي بنتيجه 2-1 في 2017. نروح لسوبر كوره وتصريحات مستر مانويل جوزيه سريعا، واللي بيتكلم على ان الاهلي ليه افضليه في هذه المباراه. قال الحظوظ دايما الاهلي ما بيخش بيبقى عنده تفوق نفسي، وده بيرجح كفته، لكن في نفس الوقت الزمالك عنده دفعه معنويه بعد الفوز على الترجي. البوابه سبورت بتتكلم على افشه وانه مستر اسيست وعدد الاهداف اللي قدر يصنعها مع النادي الاهلي، وان الراجل صنع حتى الان حوالي 9 اهداف في كل البطولات مع الفريق، فيعني بيتدرك لمدى اهميه هذا اللاعب في هذه المباراه. طبعا افشه من ضمن النجوم الكبار جدا. اخيرا الفجر الرياضي، الاهلي يتفوق على الزمالك في التصنيف العالمي قبل مباراه السوبر. اخر تصنيف عالمي الاهلي رقم 46 عالميا، والزمالك رقم 92 عالميا، وعلى المستوى الافريقي الاهلي الاول وصن داونز الثاني، الزمالك الثالث والترجي الرابع، ده تصنيف ما قبل انطلاق مباراه الغد. بالمناسبه كان عايز اقول لحضراتكم سريع، مباراه الامس واليوم بالتحديد في دوري ابطال اوروبا، امبارح كان في ماتشين، بورسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، بورسيا فازوا 2-1 على بي اس جي، هدفي اولاند يعني لعيب كبير جدا وصفقه مهمه لبورسيا دورتموند، وهدف نيمار كان لباريس سان جيرمان. اتلتيكو مدريد فازوا على ليفربول 1-0
بهدف مبكر جدا. كمان النهارده في بعض المباريات في التشامبيونز ليج الاوروبي، اتلانتا الايطالي مع فالنسيا الاسباني، وتوتنهام هوتسبير مع لايبزيج الالماني، بخلاف طبعا مباراه الدوري الانجليزي المؤجله ما بين مانشستر سيتي وويست هام بسبب سوء احوال المناخ خلال الاسبوع الماضي. دي كانت بعض الامور الهامه جدا وكل ما يتعلق بالنادي الاهلي على مدار حلقه اليوم. هروح لفاصل، بعد الفاصل تقرير مع جمهور النادي الاهلي على طقوس ما قبل مباراه القمه، وبعديها استضيف على طول الاستاذ الكبير الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير، والحديث هيكون باستفاضه عن مواجهه القمه غدا. استنونا. نيجي النادي يعني من الصبح وكده، بخلص تمرين وبنفضل قاعدين في النادي بعد التمرين وكده، بعد نقعد نتفرج على الماتش يعني كلنا. نيجي يعني بنقعد هنا في النادي وبنتفرج على الماتش وكده، وبنقعد يعني بنحتفل يعني. صح، احنا بنيجي هنا نتفرج هنا في النادي طبعا، هنا تحس ان انت في الاستاد، بالذات في الاف ان دي تحس ان انت قاعد في استاد، وبتيجي هنا نتفرج. وان شاء الله الاهلي مع فايلر حاجه تانية خالص، ان شاء الله نكسب بامر الله، والسوبر ده بتاعنا. الماتش بيحلق اكيد مع اصحابي دايما، يعني لما اكون قاعدين مع اصحابي بيبقى فيه اكيد روح اكتر. واحسن برضو فرحت جدا لما قالوا لنا بقى في 30,000 متشجع في الاستاد، فده بقى فرحه، وان شاء الله السوبر ده بتاعنا ان شاء الله باذن الله. مثلا ممكن نتفرج عليها في النادي، او مثلا بنتجمع انا واصحابي اليوم ده، مثلا بننزل على كافيه بتاع فرح على بلدنا في عاصمة المنوفية مع والدي واخويا والاسره والعيله بقى والحباب، ويوم ممتع كويس مع الحبايب واللي بيجي عندنا من الاهل والاقارب، بيجي يتفرج عندنا في بيتنا عندنا في نفس في البيت برضك، ويوم حلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يكسب ان شاء الله، ويوم حلو ان شاء الله مصر باذن الله ان شاء الله. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ممدوح فهمي ضيفنا العزيز في حلقه اليوم، بتشرف دايما بتواجده معانا. استاذ ممدوح اهلا بيك. اهلا بيك زميلي، ربنا يخليك، منورنا. بنهدى نورك انت. الحمد لله طبعا. والله الحمد لله. كيف ترى مباراه القمه بين الاهلي والزمالك؟ انا بس هختلف معاك، هي مش مباراه قمه. امال ايه؟ هو ديربي. ديربي القمه بتبقى فرقتين او ناديين قريبين من بعض. تمام، ده مش موجود. من ناحيه ايه؟ من ناحيه لما اتكلم عن فريق واخد 41 دوري وفي واحد واخد 12 دوري. تمام، وهذا ليس تقريبا من الزمالك، انا بس بحط المسميات في حجمها. تمام، بنتكلم عن فريق واخد 5 سوبر وفريق واخد سوبر. كده مش لا يعني لما نتكلم عن ريال مدريد واخد 33 دوري، برشلونه واخد كام؟ 26 دوري، فالمساله ايه؟ قريب. فبالتالي بتكلم دي قمه. لكن ديربي طب ما انا عندي ليفربول وايفرتون ديربي. بس مش قمه. لكن ليفربول ومانشستر يونايتد قمه. ليه يا استاذ امير؟ عشان ده اكتر واحد حصل على الدوري وده بعديه. فنحط الكلام صح. احنا بنتكلم يعني من منطلق ان دول اكبر فرقتين في مصر، اهلي وزمالك، يعني اكبر جماهيريه كمان. لا ما جماهيريه الاسماعيلي جمهور اكتر بكتير. المصري بورسعيد كلها بتشجع المصري. صح ولا غلط؟ اكيد. اتكلم عن ديربي عن قمه، يبقى فرقتين قريبين من بعض. طبعا. في الارقام والاحصائيات ده مش موجود. الاهلي في حته ثانيه خالص، وبقيه الانديه في حته ثانيه خالص. طب فنيا ما تبقاش قمه؟ ما تبقاش قمه. الاهلي مختص فنيا على مدار ال 90 دقيقه بتوع بكره، الديبينز بتعتمد على الاداء بقى. بمعنى ايه؟ الاهلي 45 نقطه في الدوري. تمام، مظبوط يا فندم ولا انا غلطان؟ صح. فهو قاعد في جزيره كده لوحده بيتشمس، وبقيه الانديه في حته ثانيه مع نفسهم حته ثانيه. يبقى ازاي اعمل بقى فنيا انا؟ يبقى فنيا الاهلي حته ثانيه خالص. صح ولا مش صح؟ تمام، بس الزمالك لسه فايز مثلا على الترجي في ماتش. ما تكلمنيش عن طفره، ما تكلمنيش عن طفره، كلمني على الاستمراريه. انا عملت مع الكابتن علي ابو جيش احوال الاهرام، قال لي كلمه رائعه، الاستمراريه مهمه جدا. ان انا النهارده استمر، لكن النهارده عندي طفره تطلع مره واحده وممكن تغبو، دي مش فنيه. انت مستواك مستقر، انت قبليها عامل نتائج مش كويسه في الدوري. تمام، واخد بال حياتك، ففي دروب. فنتكلم نحط مقصه، ده ديربي ويحترم، والزمالك قيمه كبيره. أكيد. لكن مش قمه، لان الاهلي في حته مختلفه. الاهلي مختلف. مش تحيز الاهلي، انا بتكلم بلغه ارقام، بتكلم باحصائيات. بقول لحضرتك برشلونه وريال مدريد المسافه قد كده، ليفربول ومانشستر يونايتد المسافه قد كده، لكن مش قد كده. واخد بال حضرتك؟ كان عن ديربي، ديربي محترم جدا وقمه فنيه. ما تكلمنيش ان دول راس براس، لا لا، الاهلي في حته مختلفه خالص خالص يعني.
تمام ماشي. مش بقول لك بكلم مش مجامله الاهلي، انا بتكلم بوضع القرار. وجهه نظر حضرتك اكيد تحترم بكل تاكيد يعني، لكن شايف المباراه ازاي بقى يعني من الجانب الفني تحديدا؟ يعني الزمالك برضه منتشف فوز كبير جدا على الترجي التونسي، ناس كتير ما كانتش متوقعه ان الزمالك يفوز في هذه المباراه. الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله ماشي بشكل ممتاز في الدوري، وايضا موفق جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا. فمعطيات كتير قبل المباراه دي بتشوفها ازاي؟ هسال حضرتك سؤال برضه، اتفضل. يعني مدير المذيع مكانك ماشي مفيش غير من غير اماكن يعني، ده الترجي؟ لا ما كانش الترجي خالص، بس خلاص بس ده الترجي، ده مش الترجي. في اربع لعيبه غايبين، الترجي جامدين جدا مشوا. في اربع لعيبه جامدين. الزمالك تعاقد مع الزمالك كويس، جمال كويس، ما قلتش لا، انا برضو مش بقلل، بس هل ده الترجي؟ لا مش الترجي. فبالتالي ما اقدرش احكم على الزمالك في ده. لازم احكم على الزمالك قدام فريق قوي مكتمل متكامل، قدام مازن بيحكم على الزمالك مثلا مع احترامي، الزمالك فعلا فايق، لكن قدام الترجي وبحاله الترجي دي لا، مش شرط. طب ليه ما نقولش ان الزمالك هو اللي تفوق على الترجي في المباراه؟ انا قلت حاجة مش تقليلا من الزمالك برضه، حاجة برضه شرط اسمها، بس هل ده الترجي؟ لا لا، ما كانش في قمه مستواه بس كده. فانا بقول لك ايه، لما تيجي تتكلم مثلا سي فرقتين كبار، هل ده في مستواه او مش مستواه؟ امبارح ليفربول واتلتيكو مدريد، هل ده ليفربول؟ لا مش ليفربول خالص. بس اتلتيكو متلطش من طوب الارض في الدوري الاسباني، فتيجي عند ليفربول تكسب صعبه. فهل ده الترجي؟ لا مش الترجي. الزمالك فنيا في الماتش ده عالي، عالي وقدم مستوى رائع، هيعمل مشكله الاهلي بكره، هيعمل مشكله لو الاهلي مش في حالته. لو الاهلي مش في حالته طبعا، لو الاهلي كمان او فايلر تخلى سنايه في الماتش ده، عمليه التدوير يعني، يلعب زي ما الكابتن علي ابو جيشه فعلا قال لي في الاهلي بافضل 11 لعيبه عنده. لان الموضوع لا، الكبار ما بيلعبوا مع بعض، دول تختلف. طبعا. ده لقاء كبار. لقاء كبار، ديربي محترم. لو انت ما خطفتش وركزت لا تتخطف. فالاهلي لو ركز بكره ولعب الاساسيين المجموعه المحترمه بعيد عن التدوير اللي ممكن يعمل مشكله، لا النتيجه الاهلي. بالتالي افضل 11 لاعب من وجهه نظر حضرتك للاهلي بكره يلعبون على راسهم، اتمنى 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 وجود مجدي قفشه. قفشه ده لازم، ده دواء في خط الوسط، الولد ده دواء في خط الوسط. يعني بصرف النظر كان هو حد ممتع، لا رجليه بتوصلني للجون في لحظه، وهداف وسريع، وعنده رؤيه في الملعب محترمه جدا جدا. بالاضافه طبعا حاسم محمد شناوي، اتمنى احمد فتحي موجود. احمد فتحي مش طبعا، لا احمد فتحي، احمد فتحي تقيل في الملعب. تمام. حد يعني مسمار. عندك طبعا باك ليفت علي معلول، طبعا ده لا خلاف عليه. في القلب رام ربيعه، اتمنى اكون جنبه مش ايمن اشرف، ياسر. ياسر لان مشكله زي ما قلت ايمن اشرف، مشكلته يعني الغلطه بتاعته في فوره، يعني بيخش دخلات بيخلي الناس كلها قلبها يقع في رجليها، يا اما ضربه جزاء يا ضربه جزاء. ما عندوش حل تالت هو بصراحه. خط الوسط طبعا يبقى عندك يعني بس ايمن اشرف بالمناسبه بيؤدي مباراه اخيره ممتازه. بقول لحضرتك مش قلت غلطته في فوره، يعني الحاجات دي هي غلطته في فوره، يعني احيانا بيحس ان رجليه بتن شمال، دي بتبقى مشكله عندنا. فخط الوسط عندك عندك بس معلش عشان ناكد على الجزئيه دي، عشان ممكن الناس بتاخدها بمحمل مختلف. ايمن اشرف من اللعيبه المميزه جدا والكبار والاضافه اكيد للنادي الاهلي. بس برضه حضرتك برضه ايمن اشرف لعيب في المخ في السيردي باك، انت محتاج حد يكون فنيا بيعرف يمسك كوره. تمام. ايمن اشرف ده كويس فيه، بس دخلاته صعبه. دخلاته بتكلفني. ولو حضرتك رجعت بره بعد وقت الاهلي قبل كده، هتلاقي سبب خساره الاهلي في كاس ماتش كان ايمن اشرف. بس في مرات ما ينفعش فيها ان انت تغامر، يعني سلبيه من ضمن السلبيات اللي ممكن تبقى موجوده عند اي لعيب في الدنيا يحاول يعدلها، بس لكن فيما عدا ذلك هو اكيد لعيب محترم. اكيد. خط الوسط طبعا عندك الولد ديانج، ده لعيب لا اهلي بامانه، يعني شابول اللي جاب ديانج ده شابول جامد. زياد عبد الحفيظ قال ان نسبه جلبان هو اللي رشحه للنادي بامانه، يعني نسبه جلبان يقعد 50% من مكافآت ديانج بامانه حقه. لا لا، ولد في خط الوسط ما شاء الله عليه. الله اكبر، حاجه جميله جدا. ايه مميزاته من وجهه نظرك؟ السرعة في التحرك. تمام. التغطية رائعة. التمرير سليم. التسديد على المرمى سليم. أشبه للعيب المتكامل. أشبه للمتكامل. اللي ينقصه. يعني ربما اللمسة الأخيرة. تمام. ربما اللمسة الأخيرة، لكن هو بصفة عامة لعيب كويس قوي. وأنا في اعتقادي من أحسن الهاف ديفندر اللي جم مصر. إنه ياكل أفضلهم يعني، لأن قدامه ما شاء الله سنه صغير، فقدامه مساحة كبيرة جدا. عندك طبعًا السولية جنب. السولية طبعًا ده ما شاء الله عليه في أحسن حالاته. فعلًا. وبحياتك هيبقى عندك قفشة. انت عندك بقى التلت الامامي ده يا استاذ ممدوح، ده اللي محتاج ده تركيز شويه. تركيز مين الاقرب؟ اجاي ايه يلعب لاي حد، يلعب ايه مركزه ايه؟ يعني اتمنى ايه اجاي لو راس حربه يبقى كويس جدا.
تمام. جايه يبقى جنبه مثلا زي ما اتفقنا قفشه، وفي عندنا الناحيه الثانيه الشحات، حسين الشحات ده ضروري جدا وجوده المره دي كمان، رغم بس مستواه متراجع سنه، بس الشحات في المباريات الكبيره بتلاقيه موجود. تقول دي وتقول دي. تمام. ليه؟ مهارات وامكانيات وقدرات لعيب كبير طبعا، لعيب جامد قوي في الكرات الكبيره تلاقيه في لحظه يخطف لك، في لحظه تقيل عند الجول بيسحب الفريق كويس قوي، عنده امكانيات رائعه. واخد حياتك طبعا. وليد سليمان ده بديل محترم جدا جدا. طب الظهير او الوينج الليفت مين اللي يلعب؟ هيبقى في عندنا مين؟ عندنا عندك بقى، انت قلت اجي مهاجم، هيبقى عندك بقى كهربا، في احمد الشيخ، في مين تاني؟ رمضان مش جاهز. لا رمضان مش جاهز. في وليد سليمان. لو هيبدا هيبدا لي باحمد الشيخ. في جيرالدو. لا جيرالدو وكهربا يبقوا بدلاء. بدلاء يعني بدلاء. ما تجيبش كهربا خالص. ليه؟ خلي اقول لحضرتك الضغط النفسي والعصبي الكهربا في الماتش ده ممكن يبقى سلبا عليه. تمام. انت عارف كهربا كان لعيب سابق في الزمالك، فده ممكن في تاثير، في دخله مش كويسه، في عنف شويه، في خشونه. فالدنيا كده مش لطيف. لما نزلوا الشوط الثاني انا اتليست، والنتيجه ان شاء الله تبقى مثلا سنة الاهلي بعد ربع ساعه هيبقى الدنيا مريحه، فيبدا يلعب. لكن لما ينزل الاول والماتش فيه تنس وفيه توتر، لا ممكن ده يبقى اثاره مش كويس. فابدا بالتشكيل اللي انا محتار ببدا بيه كل ماتش، اللي هو في الاخر بعمل تغييرات لسليمان وكهرباء. انت بتقول لك الاهلي محفوظ، انا شايف عارف الاهلي محفوظ في تغيير كاس، لكن اللعيبه بتنفذ صح، في مدرب بره، في سيستم اللعيبه ماشيه عليه، يعني في مدير فني فاهم بره بيعرف كده زي ما قلتها في النادي سبورت، بيودود مع الجهاز الفني المعاود فبيعرف يدير صح. دي مهمه جدا، يعني هو ما بياخدش القرار لوحده، بيرجع مع المساعدين، بيقعد بيتكلم معاهم، بتلاقي التغيير في محله. فدايما البدلاء عندك هم الاقرب، دول 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 مهمين قوي بالنسبه لك. لكن بالتاكيد لا، الاهلي ما شاء الله بامانه يعني في افضل حالاته. الاهلي الاقرب، الاهلي الاقرب، الا لو حصلت مفاجات، ودي ما اعتقدش انها ممكن تحصل. لكن دايما بيبقى في تغييرات في تشكيل مستر فايلر مع الاهلي خلال الفتره اللي فاتت بالتحديد. المره دي لا، المره دي شايف ان المره دي ما ينفعش. طب يبتدي بقى انهي تشكيل فيهم اللي ابتدى بيهم قبل كده؟ اخر ماتش ليك كان قدام المصري. هو ده التشكيل المحترم اللي انت ممكن تبدا بيه كبدايه مش كنهايه لا مباراة. كبدايه انا بقول لك انا ما ابداش بكهرباء خالص. ما احرقش ورق الكهرباء، ما احطوش في الكوبس عشان يتحرق بعد كده. هيبقى كده انا هتظلم الدنيا عندي، لان بقول لك ممكن في دخله عنيفه، في توتر في الملعب، في حساسيه في في الاداء، حاجات كتير قوي. انا مش محتاجه دلوقتي، انا محتاجه لما اوصل معاه لنتيجه مريحه يبدا كهرباء يسحب الفريق، يبدا كهرباء يبقى فايق، يبقى بعيد عن التوتر، الضغط العصبي اللي عليه. طبعا ممكن برضو جمهور الزمالك او حاجه يحصل نوع من الهتافات، ده وارد، ده كله بيعمل انكياس على اللعيب. فانا بدل ما ادخله في الاتون كده بدري وبر سيادتك، لا انا احطه في الوقت المريح فيه. وانا عندي ادوات ثانيه كتير، انا عندي ادوات محترمه جدا. يعني المهاجم بتاع السنغال الاهلي جابه، اليو باجي، ده بديل رائع، ممكن تبقى مفاجاه ويبتدي بيه. والله لو بدا بيه يعني انا خايف يبقى ساحزه حدين. يعني ايه مراد يبقى يعني خد دخل بسرعه في الدنيا كده واشتغل، لانه بامان عجبني قوي. يعني برده من الصفقات اللي بحيي اي حد في الاهلي جابه، او حتى خد القلم وقال له خد امضي، لان الولد ده ممتاز. واللعيب بيمان بلمسته، من حركته، من استلامه للكوره، ده عنده ما شاء الله، وطبعا ما شاء الله بطفل طوله وقوته الجسمانيه. فده لو بدا بيه والولد يعني اتاقلم بس دخل الجو، لا الاهلي ممكن يفرق يعني. يبقى ده برده راس حربه، واجاي يلعب وراه بدل رمضان صبحي. طيب النهارده مستر فايلر اعلن ان رمضان مش هيكون متواجد في المباراه، رغم ان اللاعب شارك النهارده في التدريب بشكل كامل. تمام. هل تتوقع ان ممكن نتفاجئ بتواجد رمضان ولا خلاص مستبعد؟ والله بص، هو مستر فايلر قال كده علني ولا قال في المؤتمر خلاص. قال رمضان صبحي بره. انا الراجل ده صادق، وما اعتقدش انه بيلعب، يعني ما فيش عنده حاجه تؤهله انه يراوغ. احنا بحكم معرفتنا بيه هو يعني مش ده اسلوبه ان هو يراوغ وكده. برافو عليك. هو كده راجل بيقولها وش كده، فلان بره بره. ليه بقى؟ هو في ميزه، هو عنده بره ادواته، هو عنده بره الناس اللي تشيله. بالظبط. فايه اللي يخليه يدعي؟ مش هنعمل يعني كابتن الخطيب ربنا يبطاه بالصحه في نهائي كاس مصر، كابتن الدكوتي رحمه الله عليه، وكان نتيجه الزمالك 2-1، وجينا الكابتن الخطيب بيلبس وكان لابس هدومه، قام غير وقلب النتيجه في نهائي كاس مصر 78. كنت انا ما اتولدتش تقريبا؟ كنت انا جيت لك. فقلبنا نتيجه 4-2. لكن ساعتها كان ده الخطيب. احترامنا لكل النجوم، مع كل النجوم بتوع مصر السابقين والحاليين واللي جايين كمان، بس جاي خطيب، فالخطيب لا، فده كانت فجاه. لكن طالما فايلر قال ده يبقى هو صادق في ده، وهو عنده
ما هو بقول لك عندي اجايه لو لعب مكان رمضان اجايه حاجه جميله جدا وجامده جدا. وليد سليمان ما هو حد جامد جدا، مجدي قفش حد جامد جدا. انت الاهلي لا، الاهلي المسلم ده انا قلت هنا مع الاستاذ محمد الجندي فبيقول لي سان داونز والقرعه، قلت له انا عاوز سان داونز مش عاوز مازيمبي، ما تلعبنيش مع مازيمبي. عايز سان داونز. لا سان داونز رقم واحد عندي طار لازم اخده يعني. انا اسف يعني رقم اتنين هلعب معاه كوره تمام، مازيمبي مش هلعب كوره بس، ده انا هلعب مع كوره ومع جمهور ومع ارض ومع حكام ومع كل مع دنيا بحالها. ما لا مازيمبي ما يلزمني. والترجي قلت له الترجي برضه اقلق منه نتيجه شمال افريقيا. انا يعني دول شمال افريقيا في توتر، لكن سان داونز هلعب كوره. وجه سان داونز مش عارف بقى كان حد صعب لي النتيجه ولا حبيبي. لكن في كل الاحوال الاهلي جاهز لكل الفرق باذن الله في مختلف البطولات. واهم بطوله بالنسبه لنا دلوقتي خلال اللحظات الحاليه وهي بطوله السوبر باذن الله بكره الاهلي يكون موفق فيها. بالتالي يا استاذ ممدوح اللي مطلوب من لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني في مباراه الغد خصوصا في ظل حضور جماهيري، واحنا دايما بنتمتع مباراه الاهلي والزمالك لما يبقى في جمهور هنا وجمهور هنا. الزمالك جاب الجون بتاعه في الترجي الدقيقه كام؟ 2. حلو الكلام. يبقى انت اول 10 دقائق من فضل حضراتكم نركز تمام، من فضل حضراتكم ممنوع الاقتراب من مرمى الاهلي بالشكل اللي يزعج تمام، ما تديش المنافس مش خصوم احنا منافسين المنافس فرصه يتقدم عليك بدري يبطل لك الماتش تمام. لا انت لو ما جبتش حافظ ده مهم جدا تركيز في اول 10 دقائق ان الزمالك طبيعي ورؤيه كده اعتقد في راس الكارتيرون هيضغط عليك من الاول هيروح لك ويضغط عليك ويحاول يستغل الضغط عليك وهو اريك كرتون اري الاهلي فانت مطلوب منك اول 10 دقائق حافظ مش طالب منك عم ما تسجلش بس حافظ لي على شبكك نظيف مفيش ممنوع الاخطاء ممنوع الاخطاء في نفس الوقت لو اتيحت ليك فرصه تقوم بهجمات مرتده سريعه من فضل حضراتكم استغل الفرصه اللي تجيلك بحيث ان انت لما تصدى للخصم ضغط عصبي ونفسي في البدايه الماتش بتاعك يعني انت بايدك توتر نفسك وبايدك تريح نفسك ان انت تحافظ على شباكك رقم واحد رقم اثنين اي فرصه تيجي لراس حرب عندك من فضل حضرتك ركز المرمى لان المباريات الكبيره دي الفرصه فيها ما بتتكررش اكيد انت بتتكلم عن فريق كبير اسمه الزمالك فريق تقيل اسمه الزمالك زي مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك اللي كانت في ابو ظبي ايضا على ما اتذكر 2016 او 17 والزمالك فاز بضربات الجزاء الترجيحيه كان كابتن محمد حلمي بالظبط كان في فرصه لاجاييه قبل ما الوقت الاصلي يخلص برافو عليك كانت يعني خلصت الماتش سهله جدا بس ما جاتش خسرت ضربات جزاء بالظبط مش جايب لحاجة انت ايه حافظ على شباكك نظيفه في اول 10 دقائق استغل الفرص اللي متاحه ليك وخلص تخلص الماتش بدري ما تخليش المنافس يسحبك للحته بتاعته ضربات جزاء ما تخليش المنافس يحط القدر يبقى هو المتحكم في النتيجه لا انت باقدامك انت وبروسك انت تخلص كل حاجه والاهلي قادر هل... طب عايز اتطرق للزمالك شويه هل ممكن الزمالك يبتدي بالتشكيل اللي لعب بيه ماتش الترجي ولا هيبقى فيه تغييرات ده مليون المية ده كابتن علي بجيش قال لي تعبير حلو قوي بيقول لي كارترون ما صدق اتلم على الفريق تمام بهذا اللفظ قال لي ما صدق كان مع الفريق توليفه مناسبه للفريق توليفه ودول افضل عندي هو دول هيلعب بيهم مش هيلعب في مين؟ طارق حامد فرجاني ساسي استحق مصطفى محمد ما في مين عندك بره مصطفى محمد مين عندك بره؟ ما فيش عندك حد بره بتقول لهم فالزمالك هو ده التشكيل الافضل والاقوى بالنسبه له وشيء يحترم ان هو الراجل اعترف ان هو دول هم دول اللي يلعب بيهم هم اللي يبدا بيهم فده الزمالك الاستراتيجيه بقى عند كارتيرون وعند فايلر في المباراة هتبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى في حذر تأكيد في البداية حذر ده لازم لأنت بتتكلم عن مباراة بطولة ما فيهاش تعويض يعني مثلا مش ايه احنا ممكن نعوض لا دي مباراة بطولة محتاجة فيها حرص وحذر أول ربع ساعة أكيد هتبقى مخنوقة مخنوق رغم إن الزمالك أمام الترجي مهاجم في أول 10 دقايق تقريبا جاب جول الأهلي غير لأن كارتيرون يعني أرى الترجي صح عارف لكن الاهلي لا الاهلي ما شاء الله في افضل حالات الاهلي غير فهتلاقي الموضوع تكتيكي بحت هتلاقي الموضوع في خط الوسط هتلاقي في شله كده مجموعه في خط الوسط مقفله لك الدنيا كل المفاتيح عندك مقفله ده ضاغط على ده ضاغط على ده ضاغط على ده وكله هيحاول يفتح مع على الطرفين يستغلوهم عشان يبعت عرضيه صفا محمد او عندك اجاي او ديانج لو بقى اسمه ايه ديانج اليو ديانج هو السنغال لو بدا اليو باجي انا اسف لكن انت بتتكلم في لا خط الوسط هو رمانه الميزان طارق حامد ساسي عندك سوريا وديانج الله يفتح عليك هم دول رمانه الميزان هتلاقي خط وسط مقفول وهيبقى في حرص وحذر ده بيفكر يخطف وده بيخاف يفكر يخطف بعض الصحف بتتنبأ ان ممكن متولي يلعب كلاعب وسط ثالث بجوار سوليا وديانج وارد الموضوع ده وارد بس هيبقى كتير اصل انت برضو انت كده معناه انت بتدافع
انت عاوز تقفل جامد قوي ما انت برضو محتاج انت يبقى عندك ثقل هجومي ما انت عاوز تروح تفرد اسلوب لعبك انت يعني. بالظبط كده ما انت عندك الابر هاند انت ماسك زمان الامور يعني مش انا اسف انت اللي سوق الماتش تمام مش حد تاني انت بتتكلم انت عاوز تكسب مكسبك بس في حرص في حرص فتلاتة هاف ديفندر لا هيبقى كتير وبعدين هيجي حساب الناحيه الهجوميه تعمل بيهم ايه وبعدين نحترم الزمالك مهما كان يعني مش ريال مدريد ماشي اصعب مفاتيح لعب الزمالك او اخطر مفاتيح لعب الزمالك على النادي الاهلي من وجهه نظر حضرتك هم حياتك معروفين طارق حامد فرجاني ساسي كمفاتيح لعب هو انا بقول حاجه فرجاني ساسي مصطفى محمد وبن شرقي الثلاثي دوت اخطر ثلاثه دول جامدين جد جامدين جدا وتحركاتهم وفايقين فنيا وعاليين فنيا فانت لو عرفت تظبط الاداء معاهم يبقى في رقابه محكمه سواء رقابه لصيق او رقابه لج الراجل دي هتفرق معاك هتبقى في مفاتيح اللعب الطرفين عندك حازم امام محمد عبد الشافي برده مثلوا مفاتيح لعب يعني هو جاهز حازم مش في افضل حالاته لكن عبد الشافي مصر خطوره جمهور النادي الاهلي حتى الان هو الجمهور الاكثر في ابو ظبي وبدليل ان تذاكر النادي الاهلي نفدت من حوالي 3 ايام لهذه المباراه عكس نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ماذا يمثل للاعيبه النادي الاهلي تواجد هذا الجمهور الغفير في حجم الملعب يعني بالنسبه لحجم الملعب هو جمهور كتير طبعا ما انا قلت لك مش قمه قلت لك ديربي ما هو ده اكد كلامي مع حضرتك ما هو القمه يبقى الاثنين قد بعض يعني بالتالي جماهيريه الاهلي في الخليج والدول العربيه اعلى من في الخليج وجوه مصر وبره مصر وفي اجيب لك ست العراق دلوقتي اقول لك يعني لا الاهلي شعبيته جامده جدا فانت بتتكلم في في نادي نادي القرن نادي قال التعبير عجبني قوي قال لك نادي عدد بطولاته اكتر من عدد تاريخ تاسيسه ولا انا غلطان صح كده انا بتكلم بوضع حكم يعني راجل نادي ما شاء الله عليه فده يوصل دافع لعيبه الاهلي يعني استغلال تواجد الجمهور طبعا فرح بقى الناس دي أكيد. الناس دي جات وحملت مشقه السفر عشان تفرح معاك اخيرا توقعات حضرتك نتيجه المباراه النتيجه يعني عشان نقول مثلا 2-0 ولا 3-0 دي صعبه لكن هو السكور هيبقى قريب واخد حضرتك 3-1 ممكن 4-2 ممكن هيبقى في جوان الاهلي ان شاء الله ده في جوان لكن بصفه عامه نتمنى بس ماتش كويس ونتمنى الرساله تتبعت للناس يقول لك يا جماعه الالتزام والسلوك اهم من النتيجه وفوز الاهلي باذن الله او اي شيء اخر ان الناس تلتزم في الملعب تلتزم بصدقيات ده هتعمل سمعه بلد تمام وقبل سيادتك عشان الناس بره تحترمنا بس ده اهم شيء ونتمنى ان المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه ده الاهم وباذن الله باذن الله كمان بجانب هذا الاطار ان الاهلي يحقق البطوله ويكسب ويرجع بالسوبر رقم 12 في تاريخه طيب انا سريعا عايز اخد بس بعض توقعات جمهور النادي الاهلي زي ما وعدناهم يعني احمد جمعه مساء الخير يا حبيبي يا جمعه تسلم على كلامك بيقول ان الاهلي هيفوز 3-1 باذن الله تعالى يوسف قال 3-1 للاهلي ان شاء الله العمده محمد او مجد حداد او حجاج ان شاء الله خير ويكون الفوز حليفنا بنتيجه 4-1 طه احمد قال ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-1 ابن الاهلي قال 5-1 حسن ابو عوده قال 3-0 للاهلي نروح لتويتر بسرعه احنا كنا مع فيسبوك تويتر كمال محمد قال 3-0 للاهلي ان شاء الله رضوى قالت 4-1 للاهلي ان شاء الله احمد لبيب قال 3-0 للاهلي بهاء اسامه قال 4-0 ان شاء الله الاهلي وحاطط صوره كهربا ماشي وعاطف العشيبي قال 4-0 للاهلي ومحمود شعبان قال 3-0 للاهلي توقعات كبيره وتفاؤل ملحوظ من جمهور النادي الاهلي بخصوص هذه المباراه مع نهايه حلقتنا النهارده عايز اشكر طبعا الاستاذ محمود ممدوح فهمي طبعا ضيفنا العزيز اللي كان منورنا ومشرفنا النهارده بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ ممدوح كان معانا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ممدوح فهمي كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا واكيد مع نهايه الحلقه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه مباراه الغد 90 دقيقه الاهلي باذن الله يحسم فيهم اللقب ونرجع بالبطوله ونتفرغ لما هو قادم وتحديات كتير مختلفه سواء محليا او افريقيا وده اهم شيء بكره هتكون تغطيه خاصه مفيش حلقه الكلام في الميديا تغطيه خاصه من قناه النادي الاهلي بدايه بالتحديد من تمام الساعه الثانيه ظهرا حتى موعد انطلاق المباراه وما بعد المباراه ان شاء الله نكون فرحانين بالبطوله استنونا بكره وتغطيه جديده واستنونا ان شاء الله باذن الله يوم السبت في حلقه جديده من كلام في الميديا الى اللقاء